والآن نفتح العلبة وننظر إلى السماعات. وها هو الطرد الذي وصل اليوم من موقع الإي باي، هنفتحه مع بعض. وهو عبارة عن سماعات جي بي سي للسيارة أصدقائي، لأنه السماعات اللي عندي خلاص تعبت جدا واتقطعت. طبعا بيجي معاها أسلاك لأنه نوع التركيبة هنا مختلف عن سيارتي، فهو بيبيع لك معاها الأسلاك عشان تركبها. حبيت أعرف يعني إيه نوع الأسلاك اللي هنا، خلينا نفتح ونشوف. والله مش عارف، أتمنى يكون الصح يعني، لأنه سيارتي نوعها يختلف عن السماعات الجديدة، يمكن حددوا أو جددوا وضعها. هذا بيخش في السماعة وهذا بتاع سيارتي أصدقائي. والآن نفتح العلبة وننظر إلى السماعات جي بي سي. شكلها فخم وجاية في صندوق. تمام، افتح والعب. اوكي، احسن اللي عندي. والصراحة تقيلة، انا لما مسكت العلبة افتكرتها خفيفة بس طلعت السماعة تقيلة. تمام، وهو دي شايفين النوع هذا، هنوصل هكذا. وجايب لك معاه السكروز، بس انا اصلا عندي سكروز ويمكن دي ما بتركبش العربية اصلا. يعني عندي كذا حاجة عاملها اصدقائي، يعني العمر بيمضي والزمن يجري. السلك ده ملوش فايدة، هما حاطينه اكسترا يعني، هما الاشياء دي اللي هحتاج لها. حتى ديت ملهاش فايدة انا عندي اصلا يعني. يلا نطلع الى خارج البيت نركب السماعات ونسمع الصوت. طبعا هوريكم السماعات القديمة شكلها عامل ازاي. هيا بينا. هو البتاع هذا انا فكيته اصلا يعني. شوفوا شكل السماعة عامل ازاي اصدقائي، شوفوا قد ايه معفنة ومقطوعة. ايه ده، ولسه بتطلع صوت قوي الصراحة. بس طبعا اكيد التانيين هيبقوا احسن اللي هم هؤلاء. هي دي التوصيلة اللي بقول لكم عليها، ها هي شايفين اصدقائي. هات اول سماعة تكون جنبي اللي هي مش عارف ادخلها كويس. حط البتاع هذا اصدقائي، ركب هذا في هذا. الصراحة كان المفروض انضف شوية لانه المكان معفن هناك، خلينا ننضفه شوية. شايفين المكان قذر ازاي. يمكن معظم السيارات عايز لها الستار كي، هذا اسمه ستار كي، يعني مختلف عن البراغي العادية اصدقائي، وانا عندي منه يعني. الغطاء يا رب البتاع اللي حاطينه الديزاين ده ما يخبطش في البلاستيكة. المهم السماعات دي كان تمنها تقريبا 22 باوند مع التوصيلة اللي بتيجي معاهم. وضع السماعة هذه احسن شوية ولكن لسه مقطوعة شايفين، عشان ما حدش يسأل ليه انا عامل اللوجو الى هذه الناحية. مش غباء مني، ولكن هي الطريقة الوحيدة اللي بيساعوا فيها. انا لابس الماسك اصدقائي عشان البرد، في برد. وهيا بينا، عايز اسمع بس البيس. اديني البيس اصدقائي، اعطيني البيس. طبعا انا رجعت لكم بقوة، اتمنى ارجع بقوة. تمام، لا البيس تمام اصدقائي. طبعا اللي ورا السماعات بايظه، طالع صوت نشاز، شكله اللي ورا مقطوعين، بس مش مهم طالما الامامي كويس، هذا المهم. لازم اصلح لسه اللي ورا اصدقائي في المرحله القادمه ان شاء الله. هي دي حلقه اليوم، غبت عنكم كثيرا اصدقائي. طبعا الحاجات اللي انا صلحتها الان دي حاجات بسيطه. انا السياره هذه لو تعرفوا مصلح فيها قد ايه، ده انا داخل جوه المحرك. خلينا اوريكم اصدقائي انا مصلح ايه في السياره هذه. هذه السيارة مصلح فيها ألف حاجة. كل الكولنت هذا أنا عامل له فلاشينج، يعني فكيت هذا وفكيت هذا وخلعت كل هذا وفكيت هذا وفكيت تحت هنا وهنا وعملت فلاشينج ونزلت تحت السيارة أصدقائي. حتى الهورن أنا اللي مركبه، حتى الهورن. This is my horn من اليونان في محل صيني. شايفين أصدقائي كل حاجة تم تصفيتها في هذه السيارة. احب السيارة هذه الصراحة يعني، لاني درست هندسة اصدقائي. انا قلت يعني الميكانيكي هيكون يعرف ايه اكتر مني، اكيد هو عنده خبرة اكتر مني بكتير اكيد، مش قصدي حاجة، بس لو انا حطيت اهتمامي في شيء او شفت في اليوتيوب او هكذا ممكن اعملها. المشكلة ما عنديش العدة، ولكن الحمد لله وهذا من فضل ربي يعني. ما اوتيته عن علم عندي عشان يبقى الموضوع واضح. طيب اصدقائي نحاول نطلع لايف، بس هي دي يعني حلقة اليوم اصدقائي. اتمنى تكون عجبتكم. انا مشغول الايام دي بالشغل، بس يمكن اخد بعض الايام اوف
يعني إجازة، هاخد بعض الأيام أوف أصدقائي، ونحاول نطلع لكم لايف.